تحياتي لكم أينما تكونون. أنا الآن وصلت من كوبنهاجن إلى هامبورغ، المدينة الألمانية في شمال ألمانيا. هذه المدينة يعني فيها عدد سكان 2 مليون نسمة. هي ليست مدينة ساحلية، هي شبه مدينة ساحلية ومرتبطة بقناة مائية كبيرة تمخر من خلالها السفن والمراكب إلى بحر البلطيق. إذن الآن أنا في أحد الشوارع الرئيسية لمدينة هامبورغ، ويبدو لي أن هذا الشارع يعني جميعه كله فيه فنادق وهوستيلات أيضا. إذن فنادق هناك، الفنادق كثيرة جدا هنا، تقريبا هذه العمارات كلها فنادق. هذا واحد منهم هوتيل، وهذا الثاني هو جينيراتو هوستيل، إذا هوستيل. إذا هذا الشارع شارع كبير ومهم في المدينة، ونحن الآن يعني بالضبط في ساحة التقاء الباصات من داخل وخارج ألمانيا، حيث سأغير الباص الذي يسمى فليكس بوس إلى آخر يأخذني إلى أمستردام. تشتهر هذه المدينة، مدينة هامبورغ، بوجود يعني مئات المجاري المائية أو ما نسميه بالقنوات المائية، التي يعلو عليها يعني مئات الجسور أيضا، وتكاد تكون عدد يكون عدد الجسور في مدينة هامبورغ أكثر بكثير من الجسور في مدينة البندقية الإيطالية. إذن نحن هنا في مركز أو تجمع الباصات الرئيسية هنا، وحركة هنا أيضا كبيرة، وفي الداخل يوجد مطاعم وكافيهات وغيرها من الخدمات. وأيضا هذا المركز أو مركز مدينة هامبورغ متصل بالمدينة القديمة ذات المعالم التاريخية الشهيرة، مثل كاتدرائية القديس ميخائيل المبنية منذ القرن 18. إذن نحن هنا في مركز تجمع الباصات، وبعد نصف ساعة سوف أتخذ لي موقعا في باص يأخذني إلى عاصمة هولندا أمستردام. إذا أردتم متابعتي، فإلى الآن أنا وصلت إلى البلد رقم 10، ومعلومات مثيرة وكبيرة ومهمة لكم عن كل بلد زرته. قناتي أيضا قناة عمو فاضل AMMOFADIL، يمكنكم من خلالها متابعة دروسي من الدرس الأول لتعلم اللغة الفرنسية وأيضا اللغة الألمانية. إذن إلى اللقاء في أمستردام.